اهلا بيكم حبايبي، سنه اولى ابتدائي. انا مستر مسيم ودي قناه انجلش اي تو زد. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الرابع من الوحده ال 12 ليسون 4 في يونت 12. درس جميل خالص ولطيف، عايزكم تستفيدوا منه وتركزوا كويس عشان نتعلم كويس. يلا بينا. اهلا بيكم حبايبي، سنه اولى ابتدائي. النهارده هناخد الدرس الرابع من الوحده ال 12 ليسون 4 في يونت 12. ان شاء الله يعجبكم. هناخد النهارده عن الستوري. ستوري معناها القصه. اوكي، هنسمع مع بعض ونكرر الكلمات، يا ريت تكرروا معايا واحنا بنقول مع بعض. اوكي، اول كلمه اسمها هيلب. هيلب معناها يساعد. شوف طبعا هو شايل مع ماما وبيساعدها، يبقى هو كلمه هيلب معناها بيساعد. اوكي، طيب اللي بعدها اسمها كلوز، وخدناها قبل كده ان ننطقها زين، يبقى كلوز. اوكي، او ممكن ننطق التي اتش دال وننطق الاي اس زين، يبقى كلوزز. كلوزز او كلوز الاثنين صح. اللي بعدها اسمها بوت اواي. بوت اواي، بوت اواي يعني يحط كل حاجه في مكان، يعني ياخد الاباجور يحطها على الكرسي ويحط الاطباق على السفرة وهكذا. اوكي، يبقى put away يحط كل حاجة في مكانها. اللي بعدها اسمها please. please معناها من فضلك، لما اطلب حاجة من حد اقوله please من فضلك. اخر حاجة اسمها let's. let's معناها هيا بنا، يعني يلا نعمل حاجة. لما اكون بقول لواحد من اخواتي يلا نعمل حاجة مع ماما، يلا نساعد حد، يلا نلعب، يلا نقرا، يلا اي حاجة اسمها let's، ونكتب الفعل بعدها. طب ايه الموضوع كله؟ اسمه tidy up. tidy up معناها بيرتب. بيرتب ايه؟ كل الحاجات دي اسمها tidy up. احنا بنرتب الملابس، بنحط حاجات في مكانها، بنساعد ماما، يلا نعمل حاجة في المطبخ، كل ده اسمه tidy up. اوكي، جميل. تعالوا بقى نشوف الاسئلة دي بيقول ايه. لما اجي اسأل عن حاجة مفرد واقول هل هذه الحاجه بتاعتك، is this your، يجي بعدها اسم مفرد. ليه؟ لاني سالت ب is. اوكي، اما اقول الحاجه دي بتاعتك لو حاجه مفرده اقول is this your واحط الحاجه اللي بسال عليها. ففوق بصوا على المثال كده بيقول ايه. is this your skirt. is this your skirt يعني هل هذه الجيبه بتاعتك. is this your skirt، ممكن نشيل كلمة skirt ونحط أي حاجة تانية زي كلمة مثلا pencil. is this your pencil يعني هل ده القلم الرصاص بتاعك. ممكن نحط book. is this your book يعني هل ده الكتاب بتاعك. ممكن نحط مكانها أي حاجة مفرد في المفرد. فأجاوب أقول إيه؟ أقول yes it is، أو نجاوب نقول no it isn't. الاتنين صح. لو هي حاجة بتاعتي أقول yes it is، لو مش بتاعتي أقول no it isn't. yes it is، no it isn't. تعالوا اسالكم وانتوا جاوبوا عليا. is this your skirt، لو بتاعتي نقول yes it is، طب لو مش بتاعتي اقول no it isn't، انها ليست ايه ملكي. تمام، ده بالنسبه للمفرد. طب انا لو هسال على حاجه جامعة، هنحول ال is ل are و this تبقى these ونكتب الاسم الجامع. مثال، طب نشوف نعمل ازاي. اهو بصوا، is bed or this bed these و your pants. pants بدل ايه skirt، يبقى all these your pants، هل ده البنطلون بتاعك. وطبعا البنطلون قلنا جمع، هل البنطلون ده بتاعك. نفس الاجابة اجاوب yes او no، وبدل ما قلت it اقول they، وبدل ما قلت is اقول are، يبقى اقول all these yes they are. All these your pants، هل ده البنطلون بتاعك؟ Yes they are. طب لو مش بتاعي أقول إيه؟ برافو، أقول No they aren't. All these your pants، هل ده البنطلون؟ Yes they are. No they aren't. طيب هسألكم سؤال وأنتوا تجاوبوا. All these your socks، هل ده الجراب بتاعكم أو بتاعك؟ Yes they are، لو كان هو الشراب بتاعي. No they aren't، لو كان مش الشراب بتاعي. اوكي، تمام. الستوري بتاعت النهارده تعال نشوف كده. بابا بيقول let's put the clothes away،
فاكرين كلمة put away؟ put away، put away يعني ايه؟ يعني يضع كل حاجة في مكانها، صح؟ put away يعني يحط كل حاجة في مكانها. طيب let's يعني هيا، let's يعني ايه؟ يعني هيا. فبيقول بابا هيا نضع الملابس في مكانها، close معناها الملابس، put away يعني يضعها في مكانها، يلا نحط الهدوم في مكانها. اوكي، فماما بتقول هاني اند هانا، يا هاني وهانا please help يعني من فضلكم، من فضلكم ايه؟ ساعدوا، ساعدوني يعني. اوكي please help، اوكي من فضلكم ساعدوني. فبابا بيقول let's put the clothes away، يلا نحط الملابس في مكان. طبعا هاني وايه وهنا بيتكلموا، بعد كده بيقول لها ايه is this your skirt، هل دي الجيبة بتاعتك؟ يبقى is capital letter كده، وبعدين this is this your skirt، هل دي الجيبة بتاعتك؟ فاحنا اتفقنا لما نجاوب نقول ايه، نقول اه this bed، نقول yes وبعدين it is او no it is not، yes it is، نعم انها ايه الجيبة بتاعتي. فسألته سؤال تاني بتقول له اه are these your pants، هل ده البنطلون بتاعك؟ اه فقال لها ايه، قال لها yes they are، نعم انه كذلك. اوكي طيب بابا بيسأل بيقول ايه is this my t-shirt، هل ده التيشيرت بتاعي؟ فجابوه الاثنين بيقولوا له no it isn't، لا ده مش التيشيرت بتاعك يا بابا، this is your t-shirt، ده الايه التيشيرت بتاعك اللي في ايدها هو التيشيرت بتاع بابا، this is your t-shirt. يبقى احنا عرفنا this is و these او these are، وخدنا all these و is this للسؤال عن المفرد والجمع، وللجواب عن المفرد والجمع. تعالوا نحل بقى مع بعض شوية أسئلة واحنا نركز في اللي خدناه. هنا بيقول clock and tick، هنشوف الصورة ونعلم على الجملة الصحيحة، is this your skirt، هل هذه الجيبة بتاعتك، ولا is this your t-shirt، ولا هل ده القميص بتاعك؟ يبقى هنا طبعا ماسك جيبة، يبقى ايه، يبقى نقول skirt. اللي بعدها are these your pants، هل ده البنطلون بتاعك، are these your socks، ولا ده الشراب بتاعك، يبقى بيسأل عن البنطلون pants. اوكي اللي بعدها الصورة بتقول is this your jacket، هل ده الجاكيت بتاعك، ولا is this your t-shirt، ولا ده القميص بتاعك او التيشيرت بتاعك، يبقى ده التيشيرت. are these your shoes، هل ده الحذاء بتاعك، ولا are these your socks، ولا ده الشراب بتاعتك، يبقى طبعا كلمة socks. اوكي جميل خالص. بعد كده عندنا listen and circle، نبص ونعمل دائرة، نسمع ونعمل دائرة، is this ولا this your sweater، sweater ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى ما اجي اختار، اختار الحاجة المفرد اللي هي كلمة ايه this، يبقى is this your sweater. اللي بعدها are your pants، طيب pants ده جمع، يبقى ما اجي اشاور عليها اشاور بالكلمة الجمع اللي هي this، واخترت معها كلمة are، يبقى are these your pants، are these your pants، طيب are these your shoes، هل ده الحذاء بتاعك، فنقول no they no، على طول اخد اللي فيها an apostrophe t للنفي، no they aren't. اوكي طيب نوصل، اول واحدة بيقول socks، فين socks؟ برافو دي number one، ونوصل. طب بعدها sweater، sweater تمام يبقى دي number two، ونوصل. t-shirt هو ده التيشيرت اهوت، يبقى نوصل ونكتب number 3. اخر واحدة pants اكيد هي تبقى ديت، ونعمل number 4. بكده يبقى احنا خلصنا الدرس الرابع من الوحدة ال 12، يا رب يكون عجبكم، لو كان عجبكم يا ريت نعمل اشتراك هنا في يمين الشاشة من تحت، وندوس على زر الجرس علشان يجي لنا بقية الفيديوهات اول باول. اشوفكم في درس جديد مع مستر نسيم والانجليش، باي باي.